الحب على الطريقة العربية لريم بسيوني. الأمان القليلة دائما آمنة. الأمانة التي تتدمر في ثوان يمكن إعادة بناؤها. فلا التاريخ يشترى ولا الشرف والنسب والحضارة للبيع. هناك نوعان من النساء، نوع هادئ يستقبل الحياة ونوع تعج الحياة من بين أضلعه. التخطيط الدقيق يقرب الهدف. ما أجمل الأحلام والخطط القصيرة المدى. هل يمكن لامرأة ألا تفقد الأمل أبداً؟ البراءة تدفع بصاحبها إلى الهاوية. الأيام التي تمر بلا حزن كأيام تمر بلا انتصار. في الألم يكمن النصر الكبير. الأفكار تتغير والإنسان بطبعه يحب التغيير. لا يمكن للإنسان الحكم على أشياء سوى بعد التجربة. في السياسة لا توجد تحالفات للأبد.
في الحرب نستعمل كل الأسلحة. إن في السياسة يصعب بل يستحيل معرفة الحقيقة. وما أصعب صمت الألم والعجز. يبدو أننا كلنا ضحية وجان في آن واحد. الانتصار الحقيقي هو الاستمرار في الحياة. الموت لا يخيف إذا اعتدت. أحياناً تفاجئنا الدنيا بأشياء لا نتوقعها ولا نطلبها. هناك أمل دائماً، هناك أمل.